up to date on the situation. معالي السيد وزير الدفاع على اطلاعنا بشكل تفصيلي على آخر التطورات الأمنية والعسكرية الجارية حاليا في العراق. نحن نود أن نهنئ معالي السيد الوزير على الانتصارات التي حققتها القوات الأمنية العراقية في الرمادي، ونأمل ونطمح إن شاء الله الفوز القريب وتحرير كل الرمادي من الأعداء داعش. وأيضا عبرنا عن أسفنا وتعازينا إلى العوائل التي قدمت التضحيات الجسام أبنائها فداء لهذا الوطن في الرمادي. ونحن فخورين جدا بهذه العلاقة البناء التي تجمعنا ومن كل النواحي من حيث المساعدة والاستشارة، وسوف نستمر في هذا المجال وفي هذا التعاون بهذا الصدد.